في مدينة طوباس، ومن أم إبراهيم لأم فيصل لأحمد، أم أحمد الحجة إيش رفيعة، رفيعة الحجة رفيعة ورفيعة، وبدها تجوز حماها لو صح لها. لو صح اللي في السن إيه يلا 12 ليك. ليك 12 ريك بديش تجوزي كده عمره 90 سنة. إيه 90 سنة مالوش إلا هالصبي وتوفي. كديش إلو مترمين صلوا 13 سنة 13 سنة 90 سنة ملكيتي له ما دورنا لهش ما كبلش. مو هو الصحيح هو ما كبلش ما كبلش آه هسه عمره 90 سنة. ام احمد قديش نعم. عملك من الاخ 53 سنة. جوزك موجود؟ لا والله متوفى الله يرحمه. زمانه تضملتي؟ صار لي 4 سنين الله يرحمه ويعفي عنه. قد ايه بقالك لما تجوزتي؟ 19. هذا السيال دكيتيه في دار اهلك ولا وانت متجوزه؟ في بيت فوريت. دك من جابوت من بيت فوريت. انت فوريتيه؟ فوريتيه يما 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 والله فوريتيه. جابوت من بيت فوريت. فوريت أو أشوفك متجوز قبلك؟ آه والله متجوز قبلك. شوف أنا عليف عشان الفورت متجوز. أنت رقم اثنين؟ رقم اثنين. إيش دي بكت عايش لما جابك ولا بكت آه بكت عندنا عشت مع حمايتي مع ما ضرتي آه ما ضرتي أدخل ليش بكينا حبايب يبلعونك حبايب والله هاي ما عجبهاش مالت على اليمين والله حبايب ام ابراهيم بنت عالم وبنت ناس بنت عمته عملت هيك فيدها ومالت على اليمين. لا والله بكينا صحبي. بكيتي صحبي؟ والله صحبي. انت وعاد انا وزرت بكينا صحبي ابو عيبك عند اولاد وخلف. لا مش مخلفة عشان الخلف اخذنا جوزي. عشان الخلف عشان الخلف ما كنتش مخلفه. لا ما كنتش مخلفه وجوزي وحيد اهله ما لهمش الا غير هالصبي ما طولوش تجوزوا عشان الخلف. اصغر مني ولا اصغر مني من جيله يعني سنتين بزيدوني قرابته هي بك هي بنت عمته بنت عمته بنت عمته وجابك عشان الخلف. عشان خلفتي الحمد لله رب العالمين ولد ما شاء الله جبلت بخاطره يعني الحمد لله. يعني بقيت المدللي عادي كله زي بعضه. يلا عاد ما هي مشكلة يعني هيك يعني طلقت مهين طلقها؟ اه طلقها. يلا ما يتيلش وليش طلقها؟ طلقها ما اتفقوش بعدين طلقها بعد ما تجوزش طلقها؟ اه او عشان بقيت انت السبب؟ لا لا والله لا والله ما والله ما تمشكل انا وياه ولا هسه حبايب. لا اه والله هيك قالت تطلقني؟ ما خلص بدهاش امها بدهاش وخلص ما اتفقوش. اه امها بدهاش اه ما اتفقوش. وعشت انت وياه يعني؟ اه والحمد لله وانا وحماته وحماتي. هو اصغر منك بسنين؟ سنتين. سنتين بس؟ بس صغير. ام احمد هو ابو احمد؟ ابو يعني. احمد ابو احمد. قلتي لي هذا السيال وانت في بيت وين عند دار ابوي في بيت فوريت. هذا السيال جابه من طوباس لبيت فوريت ابو احمد جابه بيت فوريت بيت فوريت جابه قلتي لي بكيتي عايش انت وحضرتك ودار حماتي كل واحد غرفه. والمثل شو قال يا ام ابراهيم؟ مركب الضراير صار مركب السلف نار مركب السلف حار حار يعني ضراير ولا سلفة. سبحان الله كان سلفات بمشي ليش أما الضراير بمشي. وأنا قلت له يوم بكيت أزرع ونزل أقول له تجوز مشان تتجوز وأنا أكون في مرتك مشان تخلف. والله قلت له قلت لهم عشان عشان وحيد اهله فيش غير هو عشان وحداني كل الحمد لله رب العالمين والله اعطانا احمد بس وكل الدنيا. وكده دفع فيه 2000 دينار والله 2000 من غريبي. شو يعني غريبي ولا غريبي من بيت فوريس ولا 2000 ليره كامله والله قبضتيه قبضناهم جابوا فردي من غيره بلعونك سكسيات عمومي كله جديد يعني جديد وين رضي وطني جديد كل جديد وين طني ورني وعملوا له عرس بلعونك يم وصمدي وصمدي وكأنك يعني كأنك اول بخته في الانتفاضه الاولى يم مخرج تجوزت في 89 لا والله الناس وين وهي وين والله تجوزت بلعونك هالصمد اللي تعال وتفرج تعال تفرج طوباس وعشتي على بطوباس وبلعونك طوباس ما شاء الله عنها جوزك دراغمي دراغمي الله يرحمه ويعفي عنه. شايفين كيف بكت ما شاء الله عنهم بكت هي وضرتها ما شاء الله عنهم الطوابسي. او تقول ليش رقصت في عرس ضرتي؟ لا ما حضرتش ما حضرتش بعدها جابوها بكت زعلان عند ربوها بكت زعلان بكت زعلان عند ربوها بعدين جابوها جابوها انت في غرفة هي في غرفة هي غرفة وانا غرفة وحماتي وحماي في غرفة لا والله
بكى يعدل ولا رح يجي ماي اليوم؟ والله ما هو معدل، اقول لك معدل بجذب بكى يعدل. اه والله 2000 ليره 2000 ليره وسيال هذا وسيال وشاطري وطيع المزارع واسوي طوابين اركه ارك الطابون واحبز والقط واشتغل. اشتغلت فيه والله اشتغلت واطلع وحكي عقد 100 مره. تفضلتي بالعونك يا انا زلمتي. اتفضل عاهد عاهد ابن معاهد. وبكده مبسوطه والحمد لله رب العالمين. بنسجل بنسجل والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين وهي حماي عندي وكاين فيه والحمد لله رب العالمين. هو منيح بك معاي لهسه منيح حماي علي. انا من سحبها حباتش عن جمال والحمد لله. الله. ما شاء الله الحمد لله بقى يحبك يعني. الحمد لله الحمد لله من عليك بلا ترجع هذيك وهي ثانيه زي نفس الاشي يعني مش فاركه انا وياها نفس الاشي يعني نشتغل ونفس الاشي عاملنا عادي بقى نفس الاشي نفس الاشي عاملنا يوم هنا ويوم هنا لا خمسه هنا وربع ساعه يا دوب ايوه يا دوب ولا غريبه جاي من بلد لبلد بدنا نفس المعامله بس عرفنا ليش طلبت ال الطلاق لي عجد انا قلت ايش هاي شو بدك اقرا تفضل اسال شو بتوش شو من والله انا مفصل انت اطلعك عبد انت لا ضبله ولا بضله انت شو بدك عشان الله بيني بجوز الفين نيرة هي 2000 والله بتقول لي تطلعوها المزياده بلعون جابوا لي ذهب الكل فيهن ذهب الكل كيف يعني والله متلبك رخيص الذهب يعني جابوا لي الذهب والله كل شيء جابوا لي ما شاء الله بتستاهلي والله جابوا لي ام احمد والله ام احمد وطيبه والناس والحمد لله ام احمد نعم يلا قويك الله يخليك الصحه والعافيه قلت لي بكيت تخبزي والله لهسه بخبز ببيع بتبيعي بخبز شرات بسوي مفتول وبخبز شرات وببيع وبسوي مفتول وببيع بخبز على النار وببيع معدلات والله معدلات والحمد لله شفتين يا بنات اليوم والله والحمد لله بمدش ايد لحدا بس اشتغل في داره وبسوي والحمد لله وعايش على الموديل القديم وزياده اخرى بعدني الموديل القديم وهسه نفسي اني ارق طابون واسوي عشان اخبز وبيع يا سلام والله الناس بيطلبوا خبز طابون خبز الطابون مطلوب والله بسوي ومفتول برضه ومفتول وبسوي كعك في زيت وببيع وكل شيء بسوي وببيع انا بعرف اني افتلن والحمد لله انا اليوم عرفت شفتني ماني مشتغل والله بفتل والله بسوي 20 كيلو في الليله لا والله بسوي شيء مفتولات والله بلعونك الاستاذ في ايه بلعب ما تشيل منه انت والله والحمد لله وشرات بسوي كل شيء على النار وبسوي والحمد لله ما شاء الله شفتين يا بنات اليوم الحمد لله رب العالمين واللي برضى بعيش والحمد لله اللي برضى بعيش واللي برضى بعيش وزي ما قال المثل من ركعت ما عليت من ومن دبرت ما جاعت والحمد لله رب العالمين والله مسطورين والحمد لله رب العالمين الحمد لله وبنطبخ هالموجود وبنطبخه ما حدا داري يشوف طنجرتك وصبرنا على الضلة وصبرنا على الجوز والحمد لله وصبرنا على الكلة وعلى كل شيء وصبرنا على الحماوات الحمد لله وصبرنا انت باش حماتي فيش منها في الكون حماتي بكت عايشة حماتي بكت ولا في منها بكت تحبك يي الله علي ما احلى اكثر من هذه يي لا تحبني حرام ربنا ما خلط كلمة الحق سبكة عشان ابنها حرام بس اللي بحبه ابني بحبه مشان ابنها ولا مش جابت له ولد ما انا بقول لك اللي بعدين اللي بحبه ابني بحبه انا ايوه وانا هسه اللي بحب ابني بحبه وانت فيش الا هالنموس الله علي ولا الله لك شيء اللي حصل علي فيش الا هالنموس لحاله لبال بدها تحبه ولا الله علي فيش مثله وبرضه في الهاد الطوابس محترمين محترمين لدرجه انفيصل تطلع علينا من بعيد لبعيد ولا يعلى عليهم انفيصل انا بقول جابوها من كم اخو له بك انت؟ انت عشتي لحالك بعدين مسعد في ضالك لحالك انت لا في حماتناك لا والله في حما وحما انت بغيت تحبي ثاني انت مرت الغالي مرت الغالي والله الله يخلي لي اياها النموص يا رب الحمد لله ان شاء الله الله يخلي لي اياها الله يخلي لي اياها يا رب يا الله بجنة. انا ابنك الله يخلي لك اياها يا الله هي بكت المي تكون يلا علي يلا علي الوحيد الله يرحمهم الحمد لله الحمد لله الحمد لله اضحك انا بضحك الله يبسطكم يا رب الله يبسط الكل يا رب الله يبسطك الله يجزاك يلا قوي والله صبرنا والحمد لله صبرنا الحمد لله ورضينا بعيشتنا وكلنا جديشتنا ورضينا في عيشتنا والحمد لله رب العالمين الحمد لله والحمد لله خبيزة كلنا واركنا والله مغمومين انسيني اكلنا اركاكه اكلنا طبخات زمان تعرفين
ولا عسكري؟ عسكري، عسكري عشان طيارة طبخات زمان. بنات اليوم بتقول لها بتقول لك شو هذا؟ يطبخ الكعكة. الكعكة. مجدرة ورغول، مجدرة عادية، عدس، مسخن، مفتول. كل شيء بنطبخ بالعونك. كل شيء نطبخه، والله أغلب الطبيخ بكينا بلا شيء يعني. كله من الدار، كله بكينا نطلع في الدار. المفتول هني يفتلنا. والله نفتل. مش روح جيب لنا مفتول جاهز. والله زي بعد مثل ما عرفت أقول لابني روح جيب لي ربطة خبز. ما بعرفش أقول لابني ربطة خبز روح اشتري. كل يوم ما تبي بدي أشتري يعني عنا بنعجن بنخبز. نعرف إيش نشتري. صحيح. اليوم بقول لك إذا كل أعمالي الملوخية بتتصل ماما. وكل اسبوع عندي مهن بتفكن بشمع المسعدات وحتى نجين الخالات والعمات والتمين وبلعونك يم جيني اليوم بديش تروح دلو عند امي جايات لو خواتي بدنا نلتقي لو اجت اختي يا ويلي عليها بشردن اما تيجي خواتها عادي اهلا وسهلا وحياتها ان اجت امه بتجشر تمرض تمرض بطل تمرض والله تروح على الدكتور حياة ابوك لو تيجي اخته الا تروح على الدكتور اما لو تيجي اختها وامها مرحبا وحتنجين خالات الحبيبات دلع. الحبيبات التكين عند امها وهو بالشغل انا رايحه عند امي خالات يجين وعين من اطلب لي اكل اطلب لي اكل من المطعم مش قادر اطبخ واذا مرضت امها يا ام احمد يجي لها جو النجا لها جو النجا يا بتمرض امها ان مرضت امها اما امه يا ويلي عليها لا قالوا امها امه جيب لنا ايلو ولا بوجبات وجبات من 2010 يا اخوي هات لي زرب هات لي من غراب البين هات بجيب الحرك الوالدين مش بقول لا والله ما بحكي ولك فيش هو في هو فيش هذول نفل فيش زلمه اليوم فيش زلمه فيش فيش في واحد بتروح تلقط مع جوزها اليوم عشرين في اليوم تشتغل مع جوزها في عندنا حبة زيت بنروح نجيب الدين هاليوم بنروح نجيب الدين الخي خي مراته يا خيتي بدهم يمشوا حياتهم لا لا بدهم يمشوا لا لا نبل نبل والخيل من خياله يا ام ابراهيم ولا بدنا نجيب شو بفتكوا زلام زمان عن زلام اليوم اللي بقت تروح من الحصيد تبلش تغسل تعجن وتغسل وتكيم وتعب ما حداش احسن مني ليش انا بنت هن بنات وانا مش بنت مثل ما بدك بدك تجيب لهن في ناس بتجيبوهن انت بدك تجيب لي لا شلون بقى يكوم وانت تضلي نايمه بقى قبل ما يصحى تبقى كايمه ومحطه بريك الوضو وما يرجع من الجامع تبقى بصدر حاطط له زيت الزعتر الجبنه دحابير اللبنه وبريك الشاي محطوط اليوم بقدر كل اليوم بقدر كلها بقوم الساعه 7:30 بروح على وظيفته بشرب قهوه على الطريق بستدري كلها قومي جبت كلها بلا بستدري والله ما بستدري كلها والله ما بستدري جبت كلها قومي والله ما بستدري لا طول الليل على الجوال بلا مع الحبيبات حبيبات والله بيعلم بلا الله بيعلم والله بلا والله بلا والله بضل نحكي على الجوالات للصبح لا الساعة 4 هي سهرانه هي تكتب الصبح لل 11 مع خواتها ومع خالاتها ومع بلا بلا مع الحبيبات بلا بلا يا دوب اخرى بتاعتكم له الساعة 7:30 تعمل له قهوه لا والله بروح بلا قهوه بشتري المطاعم متللة بلا المطاعم متللة يوم الجمعه لما بقعد بشد لي بنزل اشرب قهوه وشاي عند امه عند امه وهي نايمه من النوم السراري لا تضحى عليه يحكي خليهن الله يهدي بالهن الله يهدي بالهن الله يهدي بالهن كل جيل يعطي جيله بلا كل جيل يعطي جيله برضه ولا واحد واحد بس زلمه طلع قال طلع دي بالك اليوم بدها تيجي امي وبدها تيجي اختي ومشان نعمل لهم اكل قالت له بنعمل لهم من حواضر هالدار هالموجود قالها طيب اخر النهار كان بدهم يجوا العصيات والمهم بعد الظهر يا ربي بعد الظهر طبعا هو روح من الشغل وقاعد في الدار ولا هي هالباب بدك افتحي ولا هي امها وخواتها جايات اهلا وسهلا قلت له هاي امي خواتي قال لا انا نسيت بدل ما اقول لك امك وخواتك قلت لك امي وخواتي امي وخواتي يلا طعميهم من حواضر الدار شو هذا تعمل دو شوف شو انجنت انجنت ما لو كلها امها وخواتها كان قالت له لا او طالت المخبى في الفريزر لا بتطلب تطبخ طالت المخبى اما امه لا كانت من حواضر نعمل من حواضر الدار قال هي يلا طعميهم والله اليوم ما بيستجروا
مش الكل اللي غير اللي بده والله في الميت واحد ما بتلاقي واحد بيقدر يحكي مع مرته اللي بتقول مش الكل كيف انا حدث لكم من ابراهيم مش الكل اي كلب مجمور واحد بس كاك ماني عارف مصموت ومجوي مش قادر احكي اللي ابني يحكي عن الزيتون عن ايام زمان اوعد بدداني وقتي انا ما دخلنيش يا بنها هي اللي بتحكي انا ما دخلت بلا احكي ليش عم تحكيش يعني اللي صار بلا التنين والله بلوات اليوم ولا وانت خايف من التني ولا تخاف ولا عبالك انسي انا بخاف خفيش في الدنيا والاخره لا يعني بنالي قصر ولا بخاف بنالي قصر ولا بنالي قبر بلا احنا بنحكي بشكل عام مش عن تناينك ولا تناين بنحكي عن جيل اليوم والله في 100 واحد ما بتلاقي اللي بيطلع مع السلامه فيش اليوم فيش حدا اليوم ولا مش حدا اليوم ما بتلاقي واحده بنت حلال محترم بتخاف الله وتقول انا بدي اقدر اخته او امه مثل ما بقدر امي او اختي منين اليوم اليوم علي ضمان يا واحد قال لها قال انزلي انزلي احذكيهم لامي ولابوي لما ضلتوا ولو واحد طبخت له بتعرفش تطبخ حماتها قالت لها مش هيك بتنعمل الطبخه زعلت وصارت تعيط اجى جوزها شو مالك راح صار هب فهله قال له ما حدا قال له عند ان شاء الله شو ما بدها تطبخ تطبخ انا بو شو ما طبخت العمش العفنا بحجوزها بموت عليها ما غلطناش ما عملنا نعلي بدهاش خلص تشيل يزعل الا مرته بلا ولا والغول اكل كل الدنيا الا مرته بلا ها بلا مرته بالي ولا كلمه الحماد كيلي يا الحماد كيلي اه بلا كلمه الحماد لازم الواحد ما تكلش لا مليحة ولا قصيرة ولا طويلة اللي بدها تنستر يا أخوي اللي بدها تنستر في هالحياة ربنا بقى طبعا احنا مش الجيل اليوم مشان نبقى منصفين وما يكلوش نافذج علينا ولا في ما شاء الله من جيل اليوم والله معدلات وصابرات ويا محلاهن بس النسبة كبيرة اللي مش نايطات مش كثير بس في ناس منيحة بلا نايطات ودم والدم على بعض الثقيل ويا عمي يا عمي اليوم اليوم احنا بنرجع يا ام ابراهيم ويا ام احمد بنرجع بقول انا تزعلنش مني انا اذا في اي شيء بالنسبه لجيل اليوم بحمل لميات المسؤوليه بنتش لما تصير 13 14 سنه لازم تدخليها على المطبخ تعلميها تعالي جاي هذا الجوز ما بده بصمه تروح تقعد في الفرشه بده يوشل بده يشرب بده تعرفي كيف تغسلي له كيف تساوي له كيف ولا بس اليوم هني بالجنن يما جوزي طلب مكلوبه تفتح هنيت ما هو ببلاش بس تقول هي يلا يما طول الطنجره طول الرز انكعر وساوي كذا وبعدين بتقول له كيف طبخي يا حبيبي انت اللي طبختين مش طبخت عبلت انت نت ما هي نضحك على بعض احنا بالعون بموت عليه واذا جت شوفي بتطلب من امها اما الحماتة اللي عايشة منها وتحت تنزلش تقولها يا حماتي والله طلب مكلوبة تعلميني الحماة وبنت الحماة بتظل يعني ثقيلة على التني ثقيلة على التني ثقال على التني بلا بتظل يعني ثقال ثقال يما ثقال على التني انا ما جربت اشتمل بعين بعين ان شاء الله بعين الله هات لها هدية لما احمدت لها هات لها هاي هدية برضو مقدمة إليك من شركة البريك للمنظفات يا ام احمد يلا قويتن ابو هشام اعمل لك لفة متواصلين وإياكم من طوباس من الحجات البركات لها الحج البركة عرفنا عن حالك الشيخ أحمد أبو الفلايح الشيخ أحمد أبو الفلايح نعم أبو إيش البركة أبو محمود أبو معود قديش العمر 74 سنة الحجة موجودة لا توفت في شهر واحد ما جددناش النية موجودة النية موجودة يعني إذا في طب لو بدك تجدي خلينا واقعيين نعم كملي لك كملي توكلي على الله كملي كملي كل شيء على جنب لو بدنا نتجوز قديش بدك عمرها بالأربعينات بالأربعينات يعني شو اللي نستمتع لها الحياة ها ها ها
يعني في ختيار قال انا بدي اياها تبقى بنت بنوت. لا 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 بنت بنوت حتى لو وجدت موافقه برضه ليش؟ انه ختيار بدي واحد تقدر وتحترمني وتحترم هي شغله. اليوم الفرق بين حياه قبل وبين حياه اليوم. اليوم طبعا في رفاهيه وفي صار بنيان وصار اعمار وفي يعني الحياه الماديه مع الناس اليوم احسن. هسه بتقول النيه موجوده، طب شو مأخذ الموضوع؟ ما بنتطلب هذا بده، ها بدهاش، وهاي بدها تكون فايله، يعني بتدور كاعي ما بنتعس، الباب المفتوح منفوت منه. يعني هسه لو صح لنا بعد ما تنذاع الحلقه جت واحدة قالت انا باخذه، ابو ايش قلنا؟ ابو محمود. قالت وين ابو محمود؟ انا باخذه. انت جاهز؟ ان شاء الله جاهز. ان شاء الله. قد ايه مستعد تدفع فيد؟ العادي مثل عاده الناس يعني مدفع لنا 2000 ليره. 3000 4000 من 4000 من مون في واحد ب 4000 ليره تبقى في الاربعينات هيك والحج طيب. هو مستعد يا جماعة الخير. أنا موظف متقاعد يعني. هو موظف متقاعد قاعد لك يعني قاعد لها يعني. طيب خلينا نحكي شوية عن طوباس قديما. فالحياة اليوم أفضل من ناحية مادية وفي إعمار صار أحسن، بس قبل أحسن بقول إيش؟ في ألفة، في محبة بين بعضهم، الناس يلفوا بعضهم، بقى واحد يعني يكون مختار في البلد أو رئيس بلدية أو ما في مجلس بقى يمون على البلد كلها. اليوم اللي عاطل السي اللي موجود على أساس إنه اليوم فيش على بيت وبونش الإنسان، يعني هسه لا بمون على ولد ولا بمون على شيء، يعني قبل بقى الواحد يمون على الحارة كلها أو على البلد كلها، بس هذا الفرق، لأنه كيف بقى يحترموا الكبير؟ اليوم مش سهل. كل شباب جيل اليوم عايش رفاهية وكلك ديمقراطية وهاي حياتهم، بس الأفضل إنه قبل إنه هاي الموقع فيه محبة، يعني يجتمعوا كل ختيار يقعدوا مع بعضهم يتفقوا على رأي، يصير طوش يقعدوا الختيارية يحلوها خلال ساعات وبتبقى منتهية. بس اليوم ما فيش هذا الحكي من اليوم. حج انت كليت؟ اكلت خلاص. طيب يلا هيك يلا ها يلا يبارك فيه. طبعا من الألز هذه صناعتنا الوطنيه نعتز فيها، صناعتنا الوطنيه يعني. وبعدين طيبه ما شاء الله عنها، شركه مصنع بوز الألز احد الرعاة اللي ساهموا بانتاج هذا البرنامج. ايوه حج كمل لي. فذلك هذا الفرق يعني. اليوم بقى قبل واحد تموت مرته مثل هيك، يعني ابوي توفت عيلته وهو يدفن فيها، أجا أبوها عنده خد بنت ثانية قال على وجوهكم اللي هو بشيء في الجنازة هاي أختها بداله. اليوم بصير هذا الحكي؟ بصير. ما روحوش فاضي. دفن مرته أبوها قال له هاي عندي بنت ثانية روح في أختها بدالها. هذه شركة التأمين شو راح تصير السيارة لا واضح. شوف لوين بقت الطيبة يعني. لا طيبة يعني ولدت جابت يعني العريس مأمن بتموت واحد بنعطيك أختها. قال هاي أختها أشهد الناس المشيعين قال لهم على وجوهكم هاي أختها بدالها. هاي عاداتنا الجميلة قبل يعني. وحتى إذا بقى عند أولاد يجوا لأختها يقولها أنت أولى في أولاد أختك، روح اقعد لاولاد اختك. نعم انت هي حال امي ربت بنتي، جابت بنتي الاول وربتها امي بقت كل امي. يعني المزح شيء اللي منطقص فيه والحقيقه شيء، هذه عادي جميله. يعني بقي يقول لك ليش اذا عندي بنات انا ليش اروح اجيب واحد غريبي لاولاد لاولاد بنتي؟ نعم. اختها موجوده عزبي او مش غلط يجوزوه بدل اللي توفت الله يرحمها. يعطوه اليوم اليوم يا سيدي يلا اطيقوا. هي والله اليوم بكونوا بس بقول لك مش راضي البنت وراضي البنت ومش راضي امي مش راضي وخرب من العين. اليوم بقى هو قاعد في جلسه يقول لفلان يا فلان اعطيك بنتي لابنك وخلص ويتعاطوا وتمشي الامور على ذلك بدون ما يشاور. ما يشاورش لا خلاص تكون خلاص ابوي اعطانت خلاص يعني تحترم ابوها. اليوم ما فيش منه وبقت العادات. نعم يا جارب خير. نعم بقى كل العادات هاي تركوا هسه ما ضلش الا هي الاحترام بين الناس. صار عزاء بيجوا واخذ واجب كان السلام عليكم على الظلام هاي اللي ظلت بس بين الناس. ولا قبل كله انتهت العادات القديمه اللي بقت ممتازه في الفه في محبه. بقى لي احد يخلص حصيداته جاره بعده مش مخلي يروح يساعده يحصد معاه يكملهن بحرث كذلك بقى يروح صار يحرث معاه. اليوم ما فيش منهم حدا الاخ بتعرفش على اخوه كل واحد بينه. يعني انت وابوك في الدار تدريش انه ابوك في الدار وهو بدريش انه ابنه في داره كل واحد لحاله. صحيح هذا اللي حاصل اليوم. ك
قبل ما ننهي مع الحج أبو محمود. نعم أبو محمود. نعم أبو محمود بنرجع بنقول أبو محمود بفي في الأربعينات 3000 ليرة طلب محمود جاهزها يا جماعة الخير. كل الاعتراف يا سيدي هذا حق وحلال وشرع. نعم نعم ما حدا بيقدر يحكي فيه. لا هو حرام. بعدين زي ما قال الختياري بقول لك أنا يعني وانا استخدمني. نعم. ليش أشحط بنتي من دار جوزة تيجي لي ولا شنتي ولا كذا. نعم نعم. مقتدر وصحي لي بنت حلال تكون فيه تخدمني باقي هالعمر تونس احنا وياها. ليش لا بالضبط. لا 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 هو عيب ولا هو حرام. هو حرام. نعم. فكل الاحترام بن محمود. الله يقويك ويعطيك الصحة والعافية. ممشوشتين بالعطر يا دار الافراح فيها القرون فل وفيها المسك فواح يا داري يا داري لو عدنا كما كنا لا زينيك بل وارد وطيبي والحين. ايش اعزائي المشاهدين طبعا احنا يعني مستضيفين جمعية دعاية الأيتام في طوباس. هو راح يعرفنا عن نفسه وراح يعرفنا شو دور الجمعية شو أهدافها رسالتها. بنشكره طبعا احنا على ترتيب الحلقة مع الحجات أخونا بلال الدراغمي. بلال كيف حالك؟ حياك الله. رسالة فيك عن عن الجمعية عن دورها. شو عندك رسالة؟ إذا عندك رسالة حابك تحكيها لأي. أهلا وسهلا فيكم أول شيء في مدينة طوباس ومحافظة طوباس. نورتوا البلد في برنامج حروف وطن وكان لقاء رائع. طبعا تم التنسيق له برعاية جمعية سبيل رعاية الأيتام الخيرية اللي بتكون هذه الجمعية يعني أنا بكون بإدارتها الأستاذ بلال أحمد محمود دراغمي رئيس مجلس الإدارة. هذه الجمعية تأسست في شهر 3/2016 تقريبا إن يعني أكثر من 6 سنوات شغالين. هذه الجمعية الوحيدة لرعاية الأيتام في مدينة في محافظة طوباس كلها بالإضافة طبعا للجنة الزكاة والتنمية الاجتماعية. مسجل في هذه الجمعية أكثر من 145 أسرة من كل المحافظة فيهن أكثر من 350 يتيم. أيتام مش بس متخصصين أطفال وما أطفال. لا لا أيتام. شفت أنا زي أرامل وزي أرامل. نعم هن اليتيم ومن فقد أبوه. فهذه الأسر زي الحجات اللي كنن كعدات إحنا منكون برعايتهن على مدار عام. طبعا هن ساكنات في بيوتهن نقدم لهن خدمة والرعاية اللي بيحتاجوها من خلال وجودهم في بيوتهم. يعني مش إنه عندنا دار للأيتام. طبعا هذه الجمعية بتقوم إنها جمعية خيرية غير ربحية. يعني هي جمعية هدفها خيري وليس ربحي اللي هو يعني تقديم الخير والمساعدة لهذه الأسر اللي فقدت المعيل اللي هو غياب الأب. فالحجات الكون الموجودات هون وغيرهن في عنا احنا 145 اسم في طوباس وكل المحافظة بنقدم الرعاية على طول العام. يعني مثلا في الكفالات الشهرية كل طفل يتيم بأخذ كفالة بتتراوح مثلا من 40 لـ50 لحتى 100 دينار في الشهر. في هاي شهري بتقدمه للجمعية. يعني عنا تقريبا كل شهر أكثر من 10,000 شيكل ندفع كفالات للأطفال الأيتام. هذه الجمعية بتقدم أمور رعاية صحية زي الحاجات اللي بتحتاج لدواء اللي بتحتاج لعملية مساعدة في المستشفى كذا. كل هاي الأمور الطبية منغطيها. الأمور التعليمية مثلا اللي عندها بنت بتدرس في الجامعة منساعدها في أقساط الجامعة حتى تتخرج بنأمن لها قسط الجامعة. حتى الطالبات اللي في المدارس اللي بتكون توجيهي بيحتاج لدروس تقوية بندفع منساعد حتى في دروس التقوية. بنأمن لحوالي 300 طفل يتيم في المحافظة حقائب مدرسية كل سنة مع بداية العام الدراسي. الحقيبة المدرسية كل ما يحتاج إلها الطفل طوال العام من قرطاسية من أغراض كل ما يلزم الطفل بنأمن لكل الأطفال الموجودين في المحافظة. الآن مثلا إحنا يعني على فترة الشتاء في عنا حملة اسمها الشتاء الدافئ اللي بتحتاج مثلا إحرامات بتحتاج صوبة تحتاج أمور تتعلق بالتدفئة منوفرها. في عنا الطرود الغذائية منأمنها للأسر اللي بتكون تحتاج لمواد غذائية. في عنا اللهم صل على سيدنا محمد أمور الترميم إحنا بننسق مع اللجنة العلمية في جهاز الأمن الوطني
بنرمم البيوت اللي بتكون تحتاج لدهان، لقصارة، لبلاط، وأيضا بنكون بتأثيثها، بنوفر كل ما يحتاج البيت، بدها ثلاجة، غسالة، تلفزيون، أغراض البيت كلياتها بنكون بتوفيرها وتأثيث البيت حتى يكون صالح للحياة ويكون هذه الأسرة مرتاحة. عندنا مثلا في مواسم رمضان بنأمن مساعدات نقدية لكل الأسر، كل واحد بتأخذ مبلغ مالي حتى تصرف في رمضان، بنأملهن إفطارات جماعية طبعا برعاية مؤسسات زي مثلا المحافظة، البلدية، مثلا الأجهزة الأمنية، عندنا مثلا هيئة الأعمال الإماراتية الخيرية أو من رجال الخير ورجال الأعمال الموجودين في المحافظة أو الشركات مثلا زي شركة كوكاكولا وغيرها، بتأملنا إفطارات في رمضان. وفترة العيد بنوفر كسوة العيد لكل الأيتام موجودين في المحافظة، يعني ننفق كل سنة على فترة العيد من حوالي من 40 ل 50 ألف شيكل، بنوفر كسوة لكل الأفراد الأسرة الموجودين في البيت إنهم يلبسوا على العيد ويفرحوا مثلهم مثل باقي الأطفال. في فترة عيد الأضحى، يعني عيد الأضحى السابق، الحمد لله وفرنا تقريبا 500 كيلو لحمة، كل بيت أخذ حوالي من 4 إلى 5 كيلو لحمة من لحوم خرفان ولحوم عجول، طبعا هاي بيقدموها أهل الخير الأضاحي. والآن عندنا توزيع بعد أسبوع لحمة أضاحي اللي بتكون برعايتها لهيئة الأعمال العالمية، بيذبحوها برا بترجع لفلسطين، راح نوفر حوالي 300 كيلو لحمة بعد أسبوع نوزعها في هاي الفترة برضو لأسر الأيتام. في فترة الصيف، يعني فترة شهر 7 و8، عملنا السنة مخيم صيفي للأيتام برعاية اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية وبرعاية جهاز الاستخبارات العسكرية، وهذا المخيم على مدار 12 يوم بيقدم أمور توعوية وثقافية وتعليمية وترفيه وألعاب ووجبات كل يوم، وفي التالي بنختمه في حفل ختامي للأطفال بيشاركوا فيه في قصائد، كل واحد عنده موهبة، إشي رسم إشي كذا، وبنأخذهم هم وماتهم في رحلة، رحلة يوم كامل، مع بنوفر لهم الألعاب مع وجبة الطعام مع كل وسائل الترفيه للسباحة واللعب لكل الأطفال مع أمياتهم. طبعا كل سنة بنعمل هذه. أخوي بلال بدي أسألك، أنتوا بس المدينة ولا المحافظة بشكل عام؟ لا، إحنا بنرعى الأيتام في المحافظة، يعني عندنا أسر مسجلة، يعني وجاك من العين البيضة. من العين البيضة بنسجله، عندنا أسر من طمون، من مخيم الفارعة، من راس الفارعة، من عقابة، هاي اللي بدك تجي. من بردلة، من التياسير، من كل المحافظة. عنوانكم في طوباس؟ عنواننا احنا موجودين في عمارة أبو وجدي، شارع التياسير، عقبال بنك فلسطين سابقا، الطابق الثاني. وهي دعوة احنا منا لأهل الخير، وكل من بحب انه يدعم او يساهم في عمل الخير بيقدر انه لكم صفحه على النت. نعم، لكم صفحه على الفيسبوك. في لنا صفحه اللي هي جمعيه سبيل لرعايه الايتام الخيريه، موجود عليها جمعيه سبيل لرعايه الايتام على الفيسبوك، اللي بده يدعم بدخل، ارقام تليفونات موجوده بتواصل مع رقم حساب بلال. بنكي في البنك العقاري المصري، رقم حساب بنكي برضه اللي بده يدعم هذه الجمعيه. زي ما قلكم رعايه الايتام، الايتام بشكل عام كبير صغير وأسر، وسمعتوا الأخ بلال شو حكى لكم، بيقدموا وبيعملوا، يعني العملية مش والله مختص في لا، يعني هذا العيلة كاملة برعاها، وكل شيء بخطر على بالكم يتقدم. فاللي بحب يساهم في مواد عينية أي شيء بيقدر يتواصل مع الأخ بلال. عندكم رسالة خاصة معينة حابة توجهها لأي جهة؟ والله عندنا رسالة يعني لأهل مدينة طوباس ولرجال الأعمال وللخيرين أصحاب رؤوس الأموال، إنه في عندنا أسر فعلا تحتاج لمساعدة، فلازم نمد لها يد العون والمساعدة. يعني خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي، وربنا سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالناس دائما خيرهم يكون لأهلهم، لأهل بلدهم، حتى نساعدهم إنه ما يصير، يعني إحنا منسد جزء كبير إنه ما يصير للأطفال إنهم مثلا سمح الله يتعرضوا للانحراف. اليوم موجود كل شيء في المجتمع مع التقدم الموجود ومع الانترنت ومع الفيسبوك، فعشان تحافظ على الأسرة أنها ما تحتاج، ما يصير في عنا يخرجوا عن إطار القيم والعادات والمفاهيم، لازم توفر لهم العناية وتكف لجنبهم، جنب أمهم وجنب أخوتهم، جنب هذه الأسرة، حتى الطفل يدرس في الجامعة ويتخرج ويأسس حياة له ويشتغل، وفر له فرصة عمل. يعني احنا عملنا مشاريع لبعض الأرامل، عملنا مشاريع، اشترينا أغنام، اشترينا أبقار، عملنا مثلا دكان اللي تصير تنتج
وتعيش هي وتقوم في امور بيتها، يعني ما تظل تعتمد انه هذه ودي لها 20 ليره وهذه ودي لها 100 شيكل. عندنا واحده نجح مشروعها واشترت سياره صارت توزع لبني وتوزع حليب وصار عندها 6 بقرات والحمد لله كفت بيتها. ويعني بنشتغل في هذا الاطار، مثلا عندنا حمامات بنعطيه لاسره تشتغل فيه تصير توفر بيوت بلاستيكيه يعني. انها تشتغل تصير هي تعيل اسرتها تصير منتج. نحول يعني احنا بنحاول نطلب من الناس انه هذه الاسره اعطيها مشروع انتاجي. يعني بدل ما تضلك تجيب لي سمك زي ما قالوا علمني الصيد الصيد وخلص هو وتركني. كل الاحترام اخوي بلال ابو هشام، احنا وصلنا لنهايه الحلقه. لف لك لف ورجع هيك. أعزائي المشاهدين بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا في مدينة طوباس. بنشكر مستضيفين جمعية سبيل لرعاية الأيتام والأخ بلال دراغمي طبعا مستضيفنا ورئيس الجمعية، وهالبيت الغانم والحج أبو محمود، وهي نزل المفتول الفلسطيني زي ما أنتم شايفين. يعني هذه أكلات فلسطينية تراثية. أخوي بلال كل الشكر لك ويعطيك العافية وبارك الله فيكم. أهلا وسهلا فيكم. سبحانه وتعالى بجازيكم خير على العمل اللي انتم تقوموا فيها في الجمعية. أهلا وسهلا فيكم بيتكم مطرحكم أخوي أبو مجدي، وشكرا لكم. وهاي بيتكم بيتكم الصغير، وإحنا منرحب فيكم ونقولكم صحة وعافية، وشرفتونا وباسمي باسم الجمعية وأعضائها وباسم والدي الحج أبو محمود بنقولكم أهلا وسهلا وريتوا صحة وعافية. الله يعافيك. كل من وراء شغل يروح يشتغل، واللي جاي ضيف يروح يستناه أو يستقبله. إحنا نخلص المفتول، أنا مش مسؤول. أبو هشام دائما مثل العادة يا سعادة، حط من إيدك ما حدا بفيدك. نافذ أبو شادي، يشكر لكم حسن المتابعة وإلى المفتول.